إدارة الخط الذي ينسجم مع مبادئها النضالية والمكافحة إلى جانب الشغيلة التعليمية. ما على الجماهير الأستاذية إلا أن تعي جيدا اللحظة أن لحظة الفرز قد حانت وأصبحنا نحارب من طرف أشباه النقابيين، وحاشا أن يكونوا في الحق نقابيين من طرف، وتمزيق ونزع بيانات وملصقات الجامعة الوطنية للتعليم من مدرسة معاذ بن جبل لخير دليل على ما نقول. والتضييقات التي قلت تعرضنا لها وتعرض لها الرفاق أثناء التعبئة للإضراب الوطني 2021 هي طبعا ليست بالجديدة، لأن هذا الأسلوب عهدناه من زمان ونعتبره وساما نعلقه على صدورنا، لأن هذا دليل أننا لم نخضع، دليل أننا لم نركع، دليل أننا نسير في الطريق الطريق الحقيقي، الطريق الذي يصطف من خلاله أو نصطف من خلاله إلى جانب الجماهير الأستاذية. مناسبة أيضا لكي نجدد الإدانة، كل الإدانة للقرارات التي صدرت عن مجموعة من مديري الأكاديميات من خلال توقيف كما قلت سابقا لمجموعة من الأساتذة، لا لشيء سوى لأنهم يناضلون من أجل حقهم المشروع، حق في الاستقرار في الوظيفة العمومية، حق في أن يكون لهم كرامة، أن تكون لهم اعتبار، وأن يكون لهم اعتراف رسمي بما يقومون به كموظفين عموميين إسوة بزملائهم الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية. أيضا نجدد تضامننا المطلق مع كل ضحايا هذه التوقيفات وهذه القرارات الهوجاء، ونجدد أيضا تضامننا مع معركة المقصيين من خارج السلم، معركة المفروض عليهم التعاقد، ومعركة زنزانة 10 وحامل الشهادات الذين يطالبون بتغيير الإطار، وكل فئات تعليمية التي تناضل، أيضا حتى الإدارة التربوية وخاصة المتدربين في مسلك الإدارة التربوية الآن الذين يخوضون معركة في الحق معركة وجودية، لأنهم فوجئوا، وهذا دليل آخر أيضا على الارتجالية التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية. فكل مرة قرارات، كل مرة مذكرات، كل مرة خطوات، لم نعد نعرف بالضبط ما الذي تريد هذه الوزارة، وكيف تدبر هذا القطاع، ومع من تدبر هذا القطاع. طبعا وإقصاء تام لكل أصوات المناضلين وأصوات يعني النقابات الأكثر تمثيلية على علة هذه التمثيلية التي في الحقيقة لا تعترف بها الوزارة إلا على المستوى الشكلي، والدليل على ذلك وأن نحن نقابة التمثيلية ولكننا نتعرض للعديد من المضايقات، والباب ها هو أمامكم مغلق في أوجهنا للمرة العاشرة وقيل أو الأكثر من العاشرة. لذلك نحيي جميعا كل المناضلين والمناضلات الذين حجوا للمديرية الإقليمية هذا اليوم لتجسيد هذه الوقفة، ونحيي أيضا كذلك كل فئات التعليمية المناضلة، ونشد على أيديكم بحرارة، نحن صامدون سائرون نحو هدفنا ألا وهو إعادة الاعتبار للنساء ورجال التعليم، تحسين وضعيتهم، وجعلهم فخورين بالانتماء لهذه المهنة، ولا شيء غير هذا. دمتم للنضال ودمتن للنضال أو في